الأرض في ولاية باتنا غالباً ما تكون مصدراً للنزاعات بين من يدعون ملكيتها من جهة والسلطات العمومية من جهة أخرى، مثل هذه القطع الأرضية الواقعة بدوار عين الحمر مشتد جلفة الديرية ببلدية باريكا ولاية باتنا. تكبدنا عنها أموال هائلة، خاسرين على أرض هذه، خسرنا عنها أموال كحلة، وقلبناها أرض كانت ودان وشعاب وعدناها، واليوم رانا نفلحوا فيها ونحرضوا فيها شعير وقمح ونقرصوا فيها في الزيتون، وهذا المير هذا وجاو يسلط عنا. العدالة أعطتنا حقنا، والمير قال لك حبس ما تحرث. 5000 شجرة هذه ونديروها، وهذه هنا درك حنا كرانا واقفين على الشجرة هاك ونتفرجوا فيها تموت. دوك الشجرة هذه كي تموت، الشجرة هذه كي تموت، شكون الخاسر؟ راه خاسرين احنا وخاسر الشعب الجزائري، كل خاسر فيها. رئيس بلدية باريكا يرى أن السلطات المحلية تتبع الخطوات القانونية في هذه القضية. ولاو عادوا يقول لك راه برسوا فيه الشجرة، وراني سخرت القوة العمومية وباه يوقفوهم حقيقة، ولكن يوقفوهم على المكان الشاغر نتاع ديز ولاد أحمد. أنا ما وقفتهمش على الدائرية، الدائرية راه يزي، وهذا ديز ولاد أحمد راه يهبط حتى إذا كان يعرفوا أهل الدوار راه يهبط حتى للسبخة. الشروق نيوز تنقلت لمديرية الفلاحة وكان لها حديث مع مسؤولها الأول. ولاية باتنا فيها 36% من الأراضي طابع عرش، إذن بدأنا نفكر واقترحنا فعلا برنامج ليس كأشخاص وليس كفضاءات محددة، إنما البرنامج كان قد اقترح لكن حبسنا لأن الميدانيين الأمور ليست بسهولة اللي كنا نتوقعها، ويجب صيغة قانونية تؤطر التنمية واستصلاح أرض العرش. هذا السؤال تاعي واضح. في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات السلطات العليا المنادية بتشجيع المنتوج المحلي واستغلال الثروات الطبيعية، نجد أن الواقع عكس ذلك، فالفلاح دائما ما يشتكي من نقص الدعم، وإن كانت له مبادرات خاصة إلا أنه كثيرا ما يفشل ليجد نفسه يتكبد الخسائر.